عن حياته الشخصية، كتير ناس هيك حشريين بيعرفوا بيحبوا إذا بتفوت على الويكيبيديا أو جوجل أو تفوت على محركات البحث لتشوف فهد بلان، بنشوف كحياة شخصية تزوج 3 مرات، صحيح؟ ولا 7 مرات تزوج؟ 7. نحن خلينا نشوف بس هيك بعض المعلومات. تزوج الراحلة صباح، لا لأنه في كتير معلومات يمكن قد تكون مغلوطة. ما في اجازي مع المرحومة صباح، لا، ولكن كانت في علاقة صداقة ومحبة بيناتهم. مريم فخر الدين تزوجها، مالها فخر الدين تماما تزوجها. أمالة أمال عفيش فيش كمان. في عندنا بعد سامي، هلا هذول بالوسط الفني، أما في النساء البقايا ما يعني. بقى من الفن، بس هدول من الفنانين. تمام. يعني الله يرحم اللي ماتوا، وما ضل يمكن حدا منهم عايش، في الله منهم يخليك، عايشين. الحمد لله. يعني في الوالدي وفي أمال الوالدة. فيش. تحياتنا لهم أكيد. الله يخليك. يعني كمدة زمنية، وقصة حبه الأول لمين كانت؟ إذا والله بينحكى فهد بلان وحب. يمكن انه هذا السر راح معه، الله يرحمه. ما بيحكي لكم، ما كان يحكي لكم، ما كنت شاهد على العصر. يعني بتوقع كان في حب لصباح، في حب حتى سميرة توفيق جماعتهم كان يمكن يحبهم كلهم يا أخي. حبيب الله يرحمه. كان في عقد اللولو، جمعوا مع صباح نعم ودريد لحام بتخيل، أكيد. وغنى وقتها واشرح لها. مو اشرح، لا والله شو غنى وقتها؟ يمكن أغاني دريد لحام غنى. أنا فلاح، ما أنا فلاح، لا ما اشرح، ديو، ما ديو تغنت غنى، ديو هو وصباح بتخيل. في ديو، بس هي أغاني صار كاني للفيلم خاصة. خلينا نكفي كمان مع تفضل. الراحل سعد الديب، عمل الوالد يمكن يوما على يوم، يوم اللي غناها طبعا. وسلامين، وغالي علينا يا نعم جبل، وسفرهم طال. نعم سمعت الغنية بأصوات غنوها البعض، نعم في نعم بعض غنوها، بتفكر تعيد اليوم توزيع مجمل أغاني الوالد؟ هو هذا مشروع ببالي أنا، وإن شاء الله إنه قيد التنفيذ بده يكون تمام. شو بينقص؟ بادجت مصاري، ولا شركة إنتاج، ولا موزع، ولا ملحن، ولا كاتب؟ والله هي لازم يكون في ورا هيك موضوع شركة إنتاج، شركة أو إنتاج. يعني بده يكون سبونسر أو أي شيء، أو ممكن تعمل الموضوع لعاتقك الشخصي. تمام. مكلف، مكلف فعلا، أكيد مكلف. أكيد يعني هيك شغلة دعمان بتكلف. كثير. حضرتك الوريث الوحيد بتخيل للأعمال الوالد كلها، طبعا مظبوط؟ طبعا مظبوط؟ طبعا يعني بتملك حقوق ملكية بكل الأغاني، أكيد ويمكن يبصر النور هذا المشروع، صح؟ إن شاء الله. سمعت الأغنية، يمكن أكثر من فنان أخذ الأغنية، هالأغنية ولا أغاني للوالد، بيستشيروك اليوم ياخذوا إذن الوريث إذا أنا أو صاحب الحقوق الملكية؟ نعم هلا أنا هي الأغنية حسام جنيد، زميلنا حسام جنيد. نعم تحياتنا له، كان ضيفنا. أكيد. والنعم له. إيه فلا، صار في تواصل بيننا بشكل مباشر وأعطيته إذن. وصار في موافقة على الموضوع، وأرشدته إنه كمان يحكي مع الكاتب والملحن الله يرحمه الأستاذ سعد الذيب. سعد الذيب تماما أخذ موافقة منه. أكيد حكى معه هلق، وإن شاء الله إنه كانت الأمور تماما. كيف سمعت بصوته؟ حبيت؟ ايه حلو، تمام، توزيع حلو كان عامله، وهو صوت جميل حسام يعني. غير شيء بالتوزيع ولا لا؟ اكيد في تغيير بالتوزيع تغيير طبعا، بالتوزيع، اكيد طبعا. والكلمات حافظ عليها، كلمات طبعا اكيد، واللحن يعني نفسه، بس توزيع يعني موسيقي. اللي بيغني اليوم بشكل عام يعني بيروحوا على الفنانين يلي كثير مشهورين قبل، ويمكن ما كان في اصلا شيء اسمه حقوق ملكية، انتهاك حق او ياخذوا الاغنية بلا اذن، حالة طبيعية، حالة صحية بالنسبة لا هي للفنان؟ ما صحيح بصراحة. هلق في فارس كرم غنى لركب حدك الموتور واشرح لها، طبعا ما صار في لا تواصل وما صار في اي شيء، ما طالبتوا حقوق، ما لجأتوا ما لا القضاء؟ ما صار في مطالبات والله، يعني خلاص يعطي العافيه غنى هون ذكرى حلوه. كيف غناها بشكل جيد؟ يعني هو بغير اسلوب شوي، غير اي نعم له ميول للون الجبلي، لكن له طريقته الخاصة، طبقته الخاصة مثلا بالصوت. فارس كرم اعتبرها تراث سوري وما لجأ لصاحب. هلا انا سمعت بصراحة انه لما الاغنية يمرق عليها 25 سنة تصير تعتبر فولكلور او تراث. اوف هيك هيك على معناتها الاغلب، كل ارشيف على الاغلب. الوالد صار فولكلور بتخيل. لا هلا في عن جديد حقوق الملكية هي من خلال السوشيال ميديا وهالاشياء ان شاء الله. صار ممكن الواحد يضبط هيدي الحالات. اكيد اكيد. عتبت على فارس كرم؟ عتبتوا عليه؟ لا والله، حتى صار في حفلة مشتركة بيني وبينه وما قلت له شيء، وظهرنا هو سلم وكذا، طبعا قال لي ما قدرت اوصل لرقمك او احكيك او الى اخره. سامحته؟ ايوه ولو شو بتخيل، يعني كان جيست حلوة انه الواحد يرفع سماعة ويقول، يعني ما حتكلفه ابدا اكيد اكيد اكيد، للمطرب بس نفسه. هو ما عرف يوصل يعني،
هو ببيروت كنت انا تحياتنا لفارس كرم أكيد. بكل الاحوال رح نسمع شيء بلكي من هدول الاغنيتين بطريقتك انت. ظهرهم طايح الغير حوايا يا توب عليهم اشتكي نوبة عليهم اشتكي نوبة نوبة على حالي سفرهم طايح هالغير حوالي نوبة عليهم اشتكي نوبة على حالي نوبة على حالي هل ودعوا قالوا نرجع بعد يومين يومين هم طالوا هل القمر شهرين هل ودعوا قالوا نرجع بعد يومين يومين هم طالوا هل القمر شهرين مثل الرمش العين في بينهم غالي نوبة عليهم اشتكي نوبة على حالي نوبة على حالي نوبة على حالي روحي يا نسيم الأرض ها سلم لي عاللي بحبها روحي يا نسيم الأرض ها سلم لعلي بحبها واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي علي لأجلها روحي يا نسيم فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل روح يا نسيم فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل قل اللي بيعنياني أنا صبر أنا من غير ملل هل ارتشب حدك يا المطر رشبك طيارة غير ارتشب حدك يا المطر رتب الطيارة هذه وانا شوف الضي عمي البنور شاور لش يا لبنية شاور لش يا لبنية لا طلوع الله علي فوق ترمح من حد الغيمة واشوف فلي حير عينه وضحة تسرح بالغنمة لا طلوع علي علفه ترمح من حد الغيمة واشوف فلي حير عينه وضحة تسرح بالغنمة لارتب حدك يا الموتى رتب الطيارة هذي وانا شوف الضيعة من البنور شاورلك يا لبنية شاورلك يا لبنية